غزل ويزن. What are you doing? What are you doing? يلا ها. تعبانة خالص يا جماعة النهاردة. غزل بصي تعالي غزولة. افطاري ايه بقى؟ ده ايه ده بقى؟ الفريسكا ده ولا ايه؟ عسل. ها شمع عسل ولا ايه ده؟ ده عسل. ايوه يا غزل عسل. خدي لك بقى كام واحده كده في طبق. واو بصوا ده ده بصوا تعالوا كده. الله ايوه انا بصي الاكل مش عارفه اجيب ايه الحلاوه دي يا غزل. شمع اللي انت بتحبيه. ما في محطوطه اهو دي بالسكينه. هدى جامده شكشوكه. لا انا ماليش فيها الشكشوكه دي. افتح حاجه جامده بس عسل جميله قوي. هقول لكم لما نخلصه. غزل فين؟ هتاخدي ايه؟ انت كنت بتحبه؟ انا فين بحبه؟ شهيصة. طبعا نشوف هناكل ايه. يلا بينا. منين انت خدتي ايه؟ شكشوكة وبانكيك. شكشوكة لا مانيش فيها دي خالص. هنشوف بقى. يلا ممكن ناكل كرواسون وياكل الجبنة بقى. هي نروح هتاخدي ايه؟ انت خدت ايه؟ شكشوكة بانكيك وشوكولاتة ده ولا ايه؟ ايوه بنجي. ايه؟ بصي اخدت ايه يا صحابنا؟ حلاوة ساقعة ما حاطين تحتيها تلج تقريبا او مية مثلجة اهو عشان ما تسحش. فمش شغالين الهيتر مش شغالين السخونية. ايه يا غزولة؟ جبت موز انا اكلته. من بره من الشارع. ملبن هو عشان صالح. ده شمع العسل وحاطينه جوه فريسكا بس جامد جمدان يعني. حطيت دي وحطيت عليه. خلاص خدي اللي انت عايزاه ونسبقه على الترابيزه ونتفقوا هناك. شكرا يا جماعه اللي بحبه كده بقى نختار بقى بمزاجي. خد شكرا. غزل تعبانه والله جايبه لها ادويتها كلها معايا وهتدخل. لازم تاكلي عشان تاخدي بقيه الادويه. اتفضلي. فين اكلك؟ بصوا يا جماعه رايحوا جايبين لي خس وخيار. انا اعمل ايه الفطار ده؟ يلا ده بتقولي ايه؟ ده يزن ودي مين؟ هنوده. انت جميله يا هنوده. صباحك فل. صباح الفل يا هنوده. هنوده صباح الفل. صباح الفل. عامله ايه دلوقتي؟ لسه تعبانه؟ الحمد لله. وانت كل يا ياسر كل. اديني بقول لك كل. شفت كام مره قلت لك كل؟ كل يا زوزو. بتحايل من الصبح محايله عشان ياكلوا. يا جماعه ده الفيو بتاع الاوتيل من فوق. بصوا يلا بينا بقى دلوقتي عشان احنا رايحين فين نبتدي الجوله بتاعتنا. يلا بينا. يلا بينا. يلا 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 بينا. شفنا خلاص ولا ايه؟ لا تتا دوت بقى حلو. لا لا زز لا
الزوز ده احسن من كده. ايه يا حبيبتي؟ ايه فريده؟ ايه صباح الخير، عامله ايه؟ الحمد لله. فلوحه مش هي؟ ايه ايه هذا؟ لا لا انا مش عارفه. حلو يا زونه، خش جوه عشان حد جاي. جاي تتعبي هنا؟ انت كلب. انا عارفه ده هي عيانه قبل ما يجي بيوم، بس بس على عشان الجو هنا مش حلو. اصل امبارح الهانم بتجري لي صباح الخير، هي امنيه جت. يا جماعه بصوا يا جماعه، عارفين الشارع هنا شبه ايه؟ شبه محطه الرمل عندنا، عارفين محطه الرمل بالظبط. بصوا انا شايفه ان انا يعني انا حتى حاسه ان انا قاعده في محطه الرمل، نفس الحاجات ونفس كل حاجه بالظبط، نفس كل حاجه. بس احنا هنا بنشتري الخطوط وهم هناك في العربيه دي، فين العربيه دي هم عارفين احنا بنشتري خطوط. ايه وبعدين؟ كلمي ايه اللي حصل ده؟ كلمي بكلمه ولا بتعيد الذكريات؟ اه والله زمان انا وحدي يا جماعه كنا نشوف البتاعه دي في الشغل، كان عندنا واحده قدام البيت. انا من هنا وهو من هنا والله. كان عندنا واحده قدام البيت والله. يلا يلا عصبني بصراحه. لا لا هلا، مبروك مبروك. دلوقتي يا جماعه احنا رايحين فين يا زوزو؟ رايحين برج جلطه. لما خدت الدواء فوقت شويه ولا لسه تعبانه؟ قولي صراحة عادي، لسه تعبانة شوية شوية عشان ما تفتحتيش. لما ننزل هنتصور هنا، ناخد كام صورة وبعدين روحي بقى نامي في العربية تاني لحد ما نروح المكان التاني نتفوقي أكتر. ماشي، أنا جايبة لك كل الأدوية معايا وجايبة لك كل الحاجة، إن شاء الله هتبقي كويس. يلا يلا يلا. والله بفك خدك عشان بص البلاط أنا عامل إيه. يلا بينا. ها يلا حبيبتي، برج جلطة زوزو وريني برج جلطة. واو يلا بينا برج جلطة. واو 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 يا جماعة، أنا مستمتعة قوي هنا، بس الجو هنا اتس فيري 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 كولد، ساقعة رهيبة. صح زوزو؟ نزلوا يا زن، انتوا فين دلوقتي؟ عند برج جلطة ان تركيا. واو زوزو مالك، احب فوق بقى، هجيب لك السويس اللي انت بتحبيها دلوقتي. ماشي، مش متعوده عليك كده انا قلبه، مش متعوده عليك كده قلبه انا. بس ما تقلعيش بقى الكاب ده خالص، لو لبستيه ما تقلعوش عشان تتعبي جامد. ماشي قلبه، ماشي حبي. منى القوة في القلب من جوه، منى عند برج جلطة. فريد فا اهو الباشا، فا اهو جالكوا البابا ابو البلد، لو يغلبني كترة على عدد. الو منى، الو منى، ايوه يا ابن اخويا. تعالي غزل جنبي انت، يا تعالي يا مبسوطين؟ فرحانين؟ فرحانين. تعالي نعمل تيك توك، تعالي نعمل تيك توك، تعالي نعمل تيك توك. تعالي اجيب لك اللي انت عايزاه، تعالي نعمل تيك توك. يلا بصوا فطور كاندي، كاندي بس. اوكي استني استني، طب عشان اجيب لكم كاندي، جيبوا كاندي اللي انت عايزاه يا يزن لو سمحت. يا جماعه ده فطور كاندي. واو سمايل سمايل. في واحد احسن منه كمان بجد؟ اه جيبي كل واحد واحد، عايزه اجيب اتنين جيب اتنين عادي. لبناتو يزن يزن، هتبهدل ايدك هتبهدل ايدك. لذيذ مبسوطة؟ ربنا يخليكي احلى بابا ويخليكي احلى بنوتة. جيبوا اللي انتوا نفسكم فيه، بصوا اعملوا كل اللي انتوا عايزينه، اي حاجة عايزينها شاور عليه. جو لعبة اللي انتوا عايزينه بقول لكم. ماشي يلا بينا عشان نشوف حاجة تانية. يلا يا جماعه، طبعا بدلينا تركيا هنا، فاحنا لازم نجرب ايه؟ سان سباستيان.
دي الكيكه هنا اللي هم ماما ينفع اعمل كده مشهورين بيه. اه تعالى مشهورين بيه هنا في تركيا. وطبعا طلبت كابتشينو شكله جد تحفه. وانا بقى طلبت الفستان شكلك لوحده. ليه بقى؟ عشان اعمل كده بس ايه في ستوري على الانستجرام. خش شوفوا بقى في الستوري على الانستجرام. اوكي دي بتاعت يازن ودي بتاعت يازن. هو طلب تشيز كيك اويل. اوكي احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل ستوري. وانا ما جبتش غير عشان شبعانة واكلت الغاز بنات واصل نص بنات وتعبانة اصلا مش عايزة تاكل ونص اديته لبابا اصلا عشان ما كنتش قادرة اكلت. يلا بينا. يلا تعالي بقى نسوي اشتري على الانستجرام. احنا بنحط الشوكليت كده. اوكي يلا بينا. يلا طبعا صورت الصوره على انستجرام بس جيت اكمل معاكم هنا عشان تبقى غرقانه كده شكلك بقى. والله شكلها جد. واو دوقيها. كفايه كده شوكولاته لما انا عاوز زياده. نعم ما ينفعش بالشوكولاته دي. دوقيها اشربها. لا كتير قوي يا زوزو وانت تعبانه اصلا. مهزه تشربيها كتير. بصي تعالي بقى ندوق. خلي بالك صراع الفيديو. عادي عادي. ايه رايك؟ مش حلو. عايزه اقول لكم الشوكولاته طعمها رائع. الشوكولاته عامله لها طعم خيال. طب والله يا غزل لو ما اكلتي منها تبقي غلطانه. لا طبعا مش اكل. طبعا بجد ايه؟ تدوق. اجيب يزن بقى. هو يزن مرضاش يطلب دي طلب اوريو. طب ايه؟ اقسم بالله جامدة. دي كلمة قليلة. والله؟ فريدة. تحفة. جامدة. جامدة. لا والشوكولاتة بتاعتهم رائعة. شوكولاتة رائعة. الشوكولاتة رائعة. شكرا يا فريد. ما ينفع اوريهم حاجة؟ يا جماعة فريد قالت لي اللي دي زمان كانوا بيكتبوا عليها بدل الكمبيوتر كده. يا جماعة انا بشوفها عند فيديوهات بتفرج عليهم بلاقيهم عند وينيز دي بتكتب بيها تعمل ستوري كبيرة. صح. ايوه صح والله. والورق ده بتاعها. هنكمل بقى. ما ينفع تجيبها لي؟ ادوق الكابتشينو بس كده. اه ينفع تتسيب منها؟ شكلها هيبوظ يا ماما حرام. لا لسه ما بوظتش. ايه؟ هنروح تخنانين. تخنانين؟ تخنانين. خنخانين. يلا بينا. يلا. يا زونة. يلا يا زونة. يا زونة ايه رايك؟ يا زونة كبرتي يا زونة. يا زونة ايه رايك؟ اتصدم. هلا ايه رايك فيها؟ بس حالا كنت قاعد. يلا يلا. يلا. خلص بتي على كده يا جدعان. من 92. 85. اه والله. يلا يا زونة. حلوة يا زونة؟ يا زونة ايه رايك؟ عجبتك؟ اوه الجمالية. اوه ايه الجمالية؟ اوه الجمالية. يا زن تعالى ماشي. مبسوط يعني؟ فرحان؟ كملها بقى يلا. نشرب الكابتشينو ويلا بينا. يلا. وحشتني يا برنسو كده. لا والله وحشتني قوي. غزل تعبانه مش تقول لغزل سلامتك. قلبي سلام عليك يا غزوله يا حبيبه قلبي. مش تقول لامك سلامتك يا مالها؟ ماما تعبانه عندها ايه؟ يا روحي مالها سلامتك يا ماما. انت زعلانه عشان احنا مشينا ولا ايه؟ يا روحي سلام. كلم سعد أمنية بتقول الحاجة هند سلامتك. محمد أمنية عايزة أكلم حاجة هند. الله بينا يا جماعة. بعد ما أكلنا بقى بابا إيه قلب ماما؟ أنا فقت أنا فقت يا رب دايما كده. أنت عارفة عايزة طب ممكن مرة تانية؟ أصل احنا بصراحة شبعانين. صح ولا مش صح؟ قلت لهم احنا بنتمشى هنلاقي حاجات جديدة. بصوا يا جماعة احنا قلت لهم على حاجة. قلت لهم طول ما احنا بنتمشى الحاجات عايزين اللي انتوا تجيبوه تجيبوه بس ما تجيبوش حاجة ونكنوها ونسيبوها في الأوضة. تمام؟ فاحنا عايزين ايه؟ نجيب الحاجة ايه يا زوزو؟ خلي بالكوا خلي بالكوا.
تعالوا اطلعوا فوق. فاحنا نجيب الحاجه اللي احنا هناكلها. ماشي يا لولا؟ يلا بينا. يلا. مبسوطين؟ فرحانين؟ مبسوطين؟ لا فرحة. ايه بصي بصي يا بابا. يلا الاسطوره اهو. اهو سلمى. هاي جلاطه. اسطوره. هاي جلاطه. غزوله. باي باي جلاطه. يلا باي جلاطه. باي باي جلاطه. هتبقى حاسه ان شاء الله. هنجيلك تاني باذن الله كمان. ايه يا زن خبط؟ يا زن اترعب. يلا غزل فين؟ باي. بص بقى برج جلاطه اهو. يلا بينا. خلي بالك على مهلك. طب يلا بينا. بص يا فرح بتاع الباروكه. فايده يا سيدي. احنا فين دلوقتي؟ احنا في ديفاكتو. ديفاكتو بس احنا قلنا ايه نحن نتفرج كده يعني عشان نشوف الاشكال والحاجات. نعمل شوبينج يعني. بصي لذيذ. ايوه البنطلون ده خلاص. بس انا بقى مش هتعرفي اصل هنا في المقاسات بين هنا وهنا مختلفه. بس انا حاسه كبير. انا شوفي مقاس اصغر. يلا بينا. يلا بينا يا ولادي. يلا مون. خد بتاعتي يا يزن. مش مهم. خدي شارك غزل. لا نقل سايز. مش قلت لك يبقى رجعي التانيين بقى. طب هرجع واحد. طب خلاص ماشي. هرجع الفرق. اصل قلت لك اصبري يا ماما. قلت لك اصبري. انت مش سامعه كلامي. يلا غزل. يلا يزن اشتري. يزن روح عند الاطفال. مش مكتوب. مكتوب ايه؟ 7/8 ده؟ اها 7/8 يعني قلت 7/8 ايه؟ 7/8؟ لا حرام عليك يا شيخ. 6؟ غزول. غزول زوزو انا عايزاك تجيبي البنطلون ده عشان تبقي زيي انا وانت نلبس زي بعض. ها؟ لا خدي 10/11. خدي 10/11 اسمعي مني. خدت الشنطه دي؟ خدها بس لو سمحت. روح نقي هدوم. انا عايزاك تنقي هدوم كتير. عشان بقى ايه؟ نقي لبس بقى. رقي لبس بقى. احط بقى ايه؟ اللابتوب بقى. اجيب بقى. لا انا عايزه 10/11. طب وريني 9/10 كده. يبقى خدي 9/10. لا ده شايفه فيه المعلقه. لا والله هو يا ماما. هو البرانك. مش مبسوطة؟ جيبي اللي انت عايزاه. يلا غزولة. غزل بصي من اول فين. بصي من اول فين. غزل جاكيتات اهي. روحي جيبي لك كام جاكيت. يلا اسمعي كلمتي. كام جاكيت الاول؟ جبتي بنطلون هاتي عليه جاكيت. جبتي بنطلون هاتي عليه جاكيت. يلا. نو ليه؟ يليق عليه الاسود. يليق عليه البيربل. يليق عليه كل الالوان دي. تليق عليه اهو. حلو البيربل ده قوي عشان انت تقولي انا سقعانه. اهو البيربل ده جميل. البيربل ده احلى. اجمد. ماشي اجيب لك لونه. اجيب لك منه. خمسه مصورين. عايزه مقاس ايه بقى؟ 9/10 أو 11/12. ده 4/5. ثواني يا يزن انا هنا. ماما انا عايزه بينك. مفيش مقاسك. انا عايزه بينك. شيليه على شيليه على. انت نقي 8/9. 8/9 يلا اجري. ماما انا عايزه شيليه على الباربي بينك. اه عايزه جاكيت بينك. ده مفيش مقاسك هنا. ده كبير. طب خدي شوف. خدي. طب يلا. طب شوفي انت بقى وانا هروح اشوف حاجه عشان اجيب حاجات لتيتو. ماشي. انا قلت ان هو يبقى في ايه بقى. هتلبسي بكره على السكيرت؟ اه حلو ماشي براحتك. وريني.
انا هتاكد تجيب يعني حاجات بنوتاتي اكتر من كده. بص فين اللي فيه فرو ده، شوف اللي فيه فرو ده. بصوا غزة الوقفة زعلانة رغم ان هي عاملة ايه. بصوا دي مالي عربية وغزة مالي شنطة. انا مش من ايه يا قلب؟ معلش بابا تخليها. طب اقولك على حاجة، انت ممكن تقعدي هناك على الكرسي ده لحد ما انا اخلص واجيبلك حاجتك. بجد فوقتي شوية صح؟ حساكي فوقتي الحمد لله. بس هيتلغوا. انت قلتي ايه؟ مش جبتي شنطه غيرهم ولا لغيتي الشنطه الثانيه؟ لا انا ما قلتش لغي. اوكي اوكي دي تاني. اوكي يلا بينا. غزل جابت دي، انا ما اعرفش بتستخدمها ازاي، بس بتقول يا مامي الحاجات دي بتتحط هنا وبتتاكل، حاجات التيك توك دي اللي هي بجنيها اصلا. يلا هاكلها كلها لوحدها. مش دي جنده؟ دي زي رفايل كده بس ده جواها ملبن. بصي حلو، انا عايزه اجيب الشوكليت الفاني الجمل دي. ماشي خشي. بصي زوزو زوزو ماشي يا زلمه. دوقي ده دوقي ده، في حاجات جديده اهي. زوزو يلا استنى يا زلمه. يلا زوزو يزن، انت بتعمل ايه؟ ماذا ذا؟ مشروم مشروم. انا جبت مشروم الوايت ده شوكليت. اوكي ها ايه تاني؟ ده هنا ايه؟ هنا في حاجات اكتر مش عارفه جيبي وريه خش دوقيه. ها اوكي اقفلي تاني عشان الهواء وغلط ما ينفعش. اقفلي كويس يا زوزو. اوكي يلا طيب وعد خذي وعد غد. اقفلي على طول. اخلي دي عشي حياتي يا جماعه. الحتة اول ما فتحتي باين ده اصلا. زوزو بصي خدي حاجات تاكليها على قد دلوقتي بس، لان احنا بعد كده هنروح نتغدى وناكل تاني وتنزلوا بالليل تجيبوا تاني عشان ايه مفيش حاجه تبقى معاكي زياده. بصوا يا جماعه بصوا الحاجات اللي عندنا. ثانيه خدي ماشي. بصوا يا جماعه الحاجات اللي عندنا في مصر صغيره، هنا كبيره يعني. بصوا الحاجات دي بصوا اكبر. بصوا ده اكبر عندنا في مصر صغيره. ما انا بقولك حاجات اكبر. اشمعنى بقى؟ يلا زوزو. ها دي بشوفها يا جماعه على التيك توك. طب ماشي يلا يلا بينا. اقفلي كويس اقفلي وراك. ها تاكس 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 قولي له فيه اه ولا لا. نو مش تيست تاكس تاكس تاسكس تاسكس اللي هو تاكس، عارفه اللي هو بتاع الحراق ده. غزل ها بصي الدريس ده قمر. ده قمر قمر ده. بصي ده واو ده بني ازاي يا حاج جمال. يلا ده قمر قمر دقت جدا. طب ما انت بقى قولي انت دقت جدا ولا ايه؟ انا اعمل لك ايه؟ طب ان اقول لها على السايز في 9 10 وي هاف. طب 10 11 no. طب اوكي 9 10 اي وونت سي 9 10 اوكي. بتقول لك ده هنا اكبر حاجه 9 10. احمدي ربنا اصلا ان هو موجود. فيديو يس لها ده في 2 اوبشنز. اوكي ها 3 اوبشنز. البلاك
والفيروزي وده. ها تختاري انهي؟ ها ها بس مقتنعة؟ الفلات اول حاجة له. ماشي بس هو مع انه اصلا قمر بس براحتك. والفيروزي ها انا من انهي اختار؟ يا تختاري انهي؟ لا انا ده خلاص اللي انت عايزاه. غزل بتختار الشوز. بص اختاري الشوز. بص هو ده بس احنا جبنا له الاكبر. يا زين تعالى هنا. يلا زوزو بالراحه. انت بتدخلي امور ازاي؟ يلا ها. لو في واو سو بيوتيفول. وريني وريني. واو سو 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 بيوتيفول. اوكي بس يا جماعه الله اول مره البس كعب. هي فرحانه عشان اول مره تلبس كعب. ها لقيت كعب قدامي قلت ايه بدل ما في كعب. استني طيب استني تعمل لك المقاس. اوكي بس عاجبني قوي. ماما ثواني يا بابا قوم اقفي كده. يا حياتي بصوا الجمال والله يقور. طب لفي رجلك كده عشان يبان الكعب بس هتشوف الكعب. يا روحي مبسوطة؟ جدا مبسوطة؟ اوكي يلا بينا. احنا كده اخترنا الدريس والشوز. الكعب يعني بالنسبة لي. انا بالنسبة لي الشوز. الشوز مش عايز مش عايز توكا اوفر من فوق. عايز توكا سامبل كتير كتير كتير. اتنين لازقين في بعض. اوفر قوي؟ قوي يا زوزو قوي قوي والله. قوي قوي والله. طب تعالى اطلع بنجي ما تصعدوش. اوكي تعال. سوري يا زوزو. ايه يا زوزو؟ تعال. بس هنا. بس كم واو اتس فيري بيوتيفول. بس بصي ده الكيل كده. انا حلو ده حلو. بس مش هيليق على الدريس بتاعك. الدريس الدريس يا مامي في بيربل. بس مش ممكن نختار البيربل. بينك او بينك. بينك او بيربل يعني عادي. ده سو بيوتيفول. البيربل البينك احلى. احلى ده جميل قوي. بصي البسي كده البسي كده. ممكن الدريس. امسكي الدريس كده. ورين استني شيل التوكه دي. ايه دي ساين ايه ساين ها استني البينك احلى كده. البينك هتبقى احلى بس البربل احلى بس البينك هتبقى لايقه بس البينك مش عاجباني. ايه بقى البربل؟ يلا مش حلوه. مش حلو. بصي التوك دي لذيذة قوي يا زوز. وريني كده. اوفي 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 يلا كده جدا. يلا بينا. لسه شارية لي فستان. ها وطلع تشتري لي ايه؟ طلع تشتري ايه؟ ماما ماليش دعوة. عايزة ايه؟ زاس؟ اوكي طب ما تختاري البينك. انا مش عايزه البينك عشان الروز عندها البينك. عشان الروز عندها البينك. ما تلخبطش مع بعض. اوكي بس انا اللي فيها دي تن اونلي يعني ممكن تخلص كويس جدا. ممكن بقى نشوف بيجيب منين ونجيب منه. على فكره في اشكال ثانيه تعالي نسال. طيب لذيذه. في جرين. لا حاجه ثانيه. اوكي ها دي لذيذه. مش عارفه اختاري انت. بصي العاب حلوه قوي خلي بالكوا. بصي يا غزل بصي يا ماما انا اخترتي ده مش هتختاري العاب؟ لا لا حاجه واحده بس. حاجه واحده. انت لسه جايبه فستان بمبلغ وقدر وجزمه متفعني فيهم قد كده. ها هشوف الالعاب واشوف الكهرباء. خلاص اوكي دي هتاخدها. غزل هتختاري الكاميرا. لو سمحت ما تلعبش فيها غير لما ناخدها. لا بص هو كل واحد ليه حاجه من المحل.
غزل اختاري كاميرا، انت تختار ايه؟ تختار السماعة دي؟ ها؟ طب يلا بينا. هيك يلا بينا. لا 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 لا، ما انت عندك زيه في البيت، ما تلمسش حاجة هنا ممنوع. طب بص هغيره واجيب حاجة تانية. ايه؟ وفي اتنين كاميرا ايه؟ هنا عمو كاميرا. لا ما هو مالكش دعوة بالكاميرا. عمو هو بيقول لنا الواحدة ومش اتنين عليا واحدة هدية، هو بيقول بيحسب واحدة عليا واحدة هدية. طب بص 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 غزل يا زلمة، بص غزل يا زلمة، تقول له ايه يا روحي خد واحدة يا قلب ماما. والله العظيم عسل، بص انا مش شايفني اصلا بصور. بس هم اصلا قاعدين لان انا بشوف لبس في محل، فهم تعبوا قالوا لي مامي بس احنا نقعد بره، مش سايبهم لوحدهم طبعا. على عم فريده انت إيه الدهالي مخصوص يعني؟ لا هلا قوي. هاي شي يا زلمه جبت كاميرا بس انا مش عارف ايه، جبت الكاميرا الغزل والكاميرا اليازم. يازم بقى ايه؟ اختار؟ عملت حيطة؟ عشان الصبح ما يعرفش، اقسم بالله زهقان. آه عايزة بقى ينور يا فريدة. لا لا اقعدي مع فريدة. عايزة اموت. هجيب لك دلوقتي، بس اقعدي هجيب. بصوا بقى يا جماعه احنا قررنا احنا ناكل ايه. كفتة وبطاطس سبناها في مصر جينا كناها هنا. بصوا يا جماعه جينا عشان ناكل، بصوا بقى جبنا اكل ناكل اكل تيتا هند تمام. اه بتقولي انا عايزه الورق اللي انا بشوفها بتاع تيتا. بصوا يا جماعه جبنا كفته وبطاطس عشان غزل عايزه تاكل الصوص ده، دي فراخ احنا اخترناها ورز وورق عنب ورز عشان يزونا وكولا طبعا وعيش. اوكي مبسوطين؟ مبسوط مبسوط يا زوزو حبيبتي. مبسوطه يا زن يا حبيبي. عايزة اقول لكم يزن مزعلني طول الوقت بيعيط، ما تتكلمش عشان انت غلطان. غلطان ولا مش غلطان؟ قول الصراحة. ثواني، غلطان ولا مش غلطان؟ غلطان. عشان لما اجي اقول لك انت متعاقب. بصوا يا جماعة كان عايز كاميرا، جبت له كاميرا اهي تمام. برضو مزعلني، بيعلي صوته، بيرد عليا. بس كل حساب ده فين؟ في بيتنا من غير كلمة. خلاص يلا ناكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.